اول حاجه ده بيتي، انا اتربيت هنا ودي حياتي. طبعا انا جيت امبارح، فانا جاي هنا اشوف زمايلي ومدير فني هنا كابتن هاب جلال والجهاز بتاعه، طبعا كابتن حامد وكابتن ميدو والجهاز الاداري والجهاز الطبي، عشان دول كلهم يعتبر عيلتي يعني. بس فانا جاي هنا عشان هم الناس وحشتني، ده بيتي يعني، انا جاي اجيب بيتي في اي وقت. طبعا هو في فرق، اختلاف فرق السماء والارض ما بين هنا وبين روسيا، بسبب الاختلاف الجو، اختلاف البني ادمين، كل حاجه هناك مختلفه، اذا كان اللغه، بني ادمين، اكل، كل حاجه حرفيا مختلفه، سيستم حياه، اسلوب حياه، الروتين بتاع الحياه، كل حاجه مختلفه هناك. بس طبعا ده كل ده في مصلحتي، انا لسه شاب ولسه بدايه حياتي، ولسه راح بلد زي دي، بلد صعبه جدا، ظروف مش سهله جدا، مش اي حد يستحملها، بس دي حياتي، لازم اتعب في حياتي. انا خلاص، انا الموسم ده خلص، وانا طبعا اتمنى اروح اقرب من اوروبا اكتر، اتمنى ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا نصيبنا على الاولمبياد. هتفرق طبعا مع اي لاعب مصري يلعب اولمبياد، اذا كان مصري بيلعب في مصر او محترف، دي تختلف في اي حته يعني، دي بطوله متشافه في دول العالم كلها، كشافين بقى اذا كان مدربين وكل انديه زي كده. بس ربنا كريم ان شاء الله، كل واحد يشوف نصيبه ان شاء الله.